رد الداخلية التركية على بيان للداخلية المصرية بينتقد العمليات اللي بتقوم بها تركيا في شمال العراق. الخارجية التركية وصفت هذا البيان بأنه كوميديا سوداء. اعتبرت أيضا الخارجية التركية أن إدانة مصر لعمليتي مخلب النسر ومخلب النمر للجيش التركي ضد الإرهابيين في شمال العراق كوميديا سوداء. جاء ذلك في بيان أصدره متحدث الخارجية التركي حامد أقصوي، حامي أقصوي الجمعة، حول انتقادات مصر لهذه العمليات التركية ضد إرهابي بيكاكا شمال العراق. أقصوي قال إن بيان الإدانة الصادر عن وزارة خارجية مصر بحق العمليات في شمال العراق أقل ما يوصف به أنه كوميديا سوداء. تخيل عبد الفتاح السيسي اللي جه على فزاعة الإرهاب اللي كان محتمل قبل 7 سنوات، لما جه عبد الفتاح السيسي عشان يحارب الإرهاب المحتمل، النهاردة تحول لأمر واقع بيعيشه المصريين في اسكندرية الأسوان بعد 7 سنوات من حرب عبد الفتاح السيسي الوهمية ضد الإرهاب، واللي دفع ثمنها بطبيعة الحال أهلنا في سيناء بآلاف القتلى ومئات الآلاف من الجرحى، وبيدفع ثمنهم أيضا المواطن المصري بعد تدهور السياحة والاقتصاد بسبب فزاعة الإرهاب اللي بيصدرها عبد الفتاح السيسي ليل نهار. أعتقد خلال 6 سنين أو 7 سنين اللي فاتت مفيش خطاب طلع اتكلم فيه عبد الفتاح السيسي غير واستحضر الإرهاب، احنا بنحارب الإرهاب، ما تطالبنيش بإصلاح اقتصادي عشان أنا بحارب الإرهاب، ما تطالبنيش بإصلاح في التعليم أنا بحارب الإرهاب، ما تطالبنيش بإصلاح في الصحة أنا بحارب الإرهاب، ما تطالبنيش بزيادة دعم أو ما تطالبنيش برفع المرتبات أو عشان أنا بحارب الإرهاب. مع الأسف عبد الفتاح السيسي ما زال بيحارب الإرهاب وما زال بيفشل في هذه الحرب المزعومة اللي خلاها زريعة أو فزاعة أنه يحكم بها مصر. الغريب بقى في الموضوع والكوميديا السوداء بعد هذه الحرب الطويلة ضد الإرهاب من السيسي ونظامه، النهاردة جاي بينتقد تركيا لأنها أيضا بتحارب الإرهاب، على حد بيان المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية في العراق بيكاكا، واللي قال البيان الرسمي للخارجية التركية أنه آذى أهل العراق كما أيضا آذى أهل تركيا سواء كان أفراد جيش أو شرطة أو حتى مواطنين عاديين.